ثلوج كثيفة ورياح قوية تعطل السفر في الأيام الأخيرة من عطلة رأس السنة القمرية الجديدة بكوريا الجنوبية. درجات الحرارة انخفضت إلى 16.4 درجة مئوية تحت الصفر في العاصمة، وإلى 25 درجة تحت الصفر في الحدود الشمالية. قساوة الطقس منعت سكان كوريا الجنوبية من السفر في واحدة من أكبر العطل بالبلاد، حيث تم إلغاء أزيد من 400 رحلة جوية كان من المقرر أن تقلع من وإلى مطار جيجو الدولي. ومخافة حدوث أضرار جسيمة، دخلت إجراءات التصدي لتداعيات الموجة الباردة حيز التنفيذ في معظم أنحاء البلاد، ومن المتوقع أن تنخفض درجة الحرارة الصباحية بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة.